يعني بقول لك زي ما بنقول لينا كلنا وللرياضة المصرية هارد لك بعد القرار الخاص بإيقافنا وعدم المشاركة في أولمبياد طوكيو. طبعا القرار كان مثل صدمة كبيرة للشعب المصري كله وخاصة الرياضيين. فبصراحة وضع حاليا سيء جدا، نتمنى ان يتم تغيره في الوضع ويتم تصليح الامور ان شاء الله. شايف ايه الاسباب اللي ممكن تكون ادت الى ده؟ الاسباب بصراحة يعني هو الوضع في وزارة الشباب والرياضة خاصة معالي الوزير السابق خالد عبد العزيز حذرنا كتير من كل اللي حصل، وذهبنا للوزارة بالشكاوي وبالمقالات الأجنبية اللي بتقول إن مصر يا جماعة مهددة بالابتعاد من طوكيو. ولم يستمع أحد، وللأسف اقتنع الوزير أو هو ما بيسمعش للرئيس الاتحاد اللي أقنعه إن الموضوع كنافة وبتبوسة وكلام يعني ما يخش العقل يعني. فطبعا النتيجه دي كلها نتيجه فترات من الفساد. لك ان تخيل حضرتك لما يتمسك بعثه منتخب رفع الاثقال في المطار بكميه مكملات غذائيه ومنشطات، والتقرير يطلع من النادي المصري المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات ومن طبيب الاتحاد ان الحاجه اللي في المطار فيها منشطات، ومحدش ياخد اي قرار ولا في اي حاجه نشوفها. طب ده لمصلحه مين؟ أو حاجة ورا حاجة ومفيش عقاب، الكارثة الكبيرة بتحصل. للأسف احنا في وضع سيء جدا ومفيش حاجة حصلت برضك، ولا في حد اتحاسب ولا في خطوات حتى للإصلاح. المفروض دلوقتي أنت اللعيبة دلوقتي في كارثة جديدة ممكن تحصل في أي لحظة، أحب أحذر منها. إن معظم اللعيبة متسجلة في الوير أباوت وموجودة في برنامج التحليل وبيجي لها تحليل حتى الآن، و اي ثلاث مرات ممكن التحليل يجي واللاعب مش متواجد في نفس المكان بتتقاسب عينه منشطات ونخش في كارثه ثانيه اكبر. والاتحاد حتى مش قادر يوجه اللعيبه ويعرفهم ازاي يحطوا هم المكان بتاع تواجدهم، ومصر ان هو يبقى كل حاجه عن طريق هو. الموضوع صعب خالص. لو انت خرجت ده سوفت وير لو وير من جانب الاتحاد ولا من جانب اللاعبين؟ موجود على الويب سايت. بسال الدكتور شريف يعني هل هو صعب فكره ان اللاعب يدون مكانه؟ خالص مش صعب طبعا، بس هم مش عايزين، هم عايزين كل حاجه تبقى في ايد عن طريقنا احنا. طب يا جماعه ما هو يعني مش معقوله لاعب هيخرج من يروح مشوار لازم يتصل عليكم، انا في بيتنا دلوقتي ورايح الحته الفلانيه خشوا سجلوني. لك ان تخيل ان في بعض اللعيبه حاليا عندهم ميز تيست وباقي لهم مد واللي باقي لهم مسدين ويتحسب علينا ايجابيه، ومفيش اي حد بيتحرك لاي حاجه. وللاسف للاسف اعضاء مجلس الاداره ورئيس الاتحاد المجمدين بيتخانقوا دلوقتي على الانتخابات والاتحاد العربي ومين بيترشح وحاجه، يعني بصراحه وضع سيء جدا. كابتن احسان انت نفسك في 2011 كان وقت بطولة الجامعات اعتقد في الصين، بطولة العالم الجامعات كان اتخذ عينة واتقال ان هي عينة ايجابية وبالتالي حرمت من المشاركة في اولمبياد لندن 2012، مش كده؟ هي مش اتقال انها عينة ايجابية، هي بالفعل ثبت انها عينة بالفعل ايجابية، بالفعل عينة ايجابية. طب ايه اللي حصل وقتها؟ المشكلة كانت ايه؟ المشكلة بالضبط نفس اللي حصل مع الست لعيبة في دورة المغرب بنفس المادة بنفس الطريقة، ولكن كان حظي انا السيء ان انا الوحيد اللي جبت ذهب من رفع الاثقال، وانا الوحيد اللي حللت من رفع الاثقال. وكان زوميها ده كان انذار وناقوس خطر بيدق يا جماعه الفرقه دي كلها لو كانت حللت كانت توقف. ولكن للاسف تعامل الاتحاد مع الموقف على ان دوت نصيبك وقدرك ومعلش ومش عايزين نضر حد تاني وانت كده كده هتتوقف. وكانك رجليك اتلوت، لو كان ربنا مش كاتب لحد تاني كان حلل معاك ومشوا في اتجاه سيء وما تعلموش من الغلط. لو كان الناس دي اتحاسبت من ساعتها ومن ساعه العينات اللي ظهرت بعد كده ما كناش وصلنا للكارثه دي. لك انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، الست لعيبه اللي جوه في المغرب دول ذنبهم ايه؟ عارف حضرتك كل ذنبهم ان هم نفذوا تعليمات الاتحاد ان هم ما بياخدوش اي حاجه الا عن طريق المدرب عشان تبقى كل حاجه جايه تحت اشراف طبي. يجي ينفذوا تعليمات ويمشوا ويحافظوا على نفسهم وما يشربوش كوبايه الميه من الاتحاد، وفي الاخر لقوا نفسهم اتوقفوا وبعد كده يقولوا معلش اصل ده نصيبك واحنا بعد كده ساعتها كنت واخد مكمل غذائي بعد السماح ليك من جانب الاداريين، مش كده؟ لا لا يا فندم، انا كنت بالظبط واخد مكمل غذائي من ايد المدرب بتاعي، المفروض ان هو متراجع من الطبيب وان هو خالي من اي شيء ممنوع. اساله على الطبيب ودي كانت تعليمات الاتحاد. الطبيب كان طبيب تغذيه برضه يا كابتن احسان؟ لا الطبيب ساعتها كان دكتور صيدلي. تمام. ولكن من التحقيقات ما طلعش المكمل اتعرض عليه. لا ده طلع ان هم اشتروا وايه وما عرضوش عليه وادوا اللعيبه وبعد كده ايه
زي ما مثلا كان يومين كان الدكتور مجدي في حوار طبيب الاتحاد السابق قال لك بيجيبوا لي المكملات امضي عليها باثر رجعي. اه. فطبعا ديت ما تعلموش من الاخطاء ديت ومشوا في نفس الاتجاه ونفس الكارثه بتتكرر وهتتكرر لو ما خدناش مواقف حاسمه ورادعه ضد من اخطا. تمام. بشكرك.